أهلا بحضراتكم مرة تانية. زي ما كنا بنتابع وبنتكلم على موقف مصر، مصر دايما الحقيقة بتتابع الموقف من كافة الجوانب، يعني من كافة الجوانب اللي هي ممكن تنقل المعلومة وتوثق للخبر وللمعلومات، وتبقى مصر كمان من خلال ما تقدمه سواء في الإعلام أو الإنتاج الوثائقي إنها تكون شاهد عيان على ما يحدث. أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض سلسلة وثائقية عبر القناة الوثائقية طبعا المصرية بعنوان شاهد على معبر رفح. السلسلة دي بتضم الحقيقة فيها مجموعة كبيرة من شهادات الأشقاء الفلسطينيين، وطبعا أشقاء الفلسطينيين اللي بيجوا إلى مصر من الجرحى والمصابين الفلسطينيين، وطبعا اللي بيرافقوهم كمان في يعني هذه الرحلة، وبتبقى رحلة صعبة عليهم، واستقبلتهم الدولة المصرية لعلاجهم وبتقدم لهم كل أشكال الدعم والمساندة، وده طبعا عقب العدوان على قطاع غزة. تعالوا نروح نشوف جزء من أفلام هذه السلسلة ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم، تفضلوا. كانت معي بنتي صغيرة، جابوا لها ألعاب، جابوا لها غدا، يعني جد حسينا حالنا سعيدتنا، احنا بدنا نعيش. يعني انا واحده من الناس، انا لهلا ما دفعتش اشي من جيبتي، بل بالعكس كان كل اشي على حسابهم، ما دفعت ولا جنيه مني. انا بشكر الشعب المصري على تعاملتهم اللطيفه معانا، يعني للامانه انا هون في مصر بديت اعيش. علاج، مسكن، أكل، كل هذا أنا موفر إلي هون. يعني أنا عن جد بتشكركم من كل قلبي، ومهما أتشكركم عن جد بضلي مقصرة معاكم.